مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب مدارس الأندلس، أهلا بكم ومرحبا. طلاب الصف التاسع، أهلا بكم يا شباب. اليوم إن شاء الله سوف نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، مادة الدراسات الاجتماعية. في الحلقة الماضية تحدثنا عن العوامل الباطنية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض، واليوم سوف نتابع الدرس الأول ونتكلم عن الانكسارات. لكن في البداية أبنائي الطلاب، أحب أن ألفت انتباه حضراتكم لشيء مهم أحبتي في الله، ألا وهو قيمة مهمة جدا جدا، ألا وهي قيمة التأمل. قيمة التأمل، نعم. شرع الله تعالى لعباده المسلمين في شريعة الإسلام، يعني في الدين الإسلامي، عددا من العبادات، وجعل تلك العبادات كثيرة ومتنوعة، فليست كلها عبادات بدنية فعلية أو قولية ظاهرة. يعني مش كلها يا شباب نتحرك ركوع وسجود فقط، أو بنقرأ القرآن فقط. فمنها ما هي عبادة قلبية، عبادة قلبية باطنة، والمراد من ذلك التنوع، أن يظل الإنسان في شوق ورغبة للتعبد لله عز وجل، فلا يمل من العبادة. فيا شباب، هيا بنا الآن ندرس ونتأمل ونتفكر. بسم الله. أهداف درس اليوم، أهداف درس اليوم، لدينا عدد من الأهداف إن شاء الله تكون يسيرة. أولا، أن يعرف الطالب المقصود بالانكسارات. ثانيا، أن يعدد الطلاب أنواع الانكسارات، ثم يستنتج الطلاب الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسارات. إذن سوف نعرف ما معنى الانكسارات أولا، ونتعرف على أنواع هذه الانكسارات، وما هي الأشكال الناتجة عن هذه الانكسارات يا شباب. أولا، قال تعالى: والأرض ذات الصدع. هذه آية. نطرح سؤال، وقبل طرح السؤال أحب أن ألفت أنظركم إلى هذه الصورة، ونسمع الآية مرة ثانية: والأرض ذات الصدع. السؤال: ما دلالة الآية الكريمة؟ يعني ماذا يقصد ربنا عز وجل؟ تدل على حدوث تشققات وحدوث انكسارات في القشرة الأرضية. إذن الانكسارات هذه بقدرة الله عز وجل، ولا يوجد شيء في الكون صغير كبير إلا بقدرة الله عز وجل. تعالوا يا شباب، ما المقصود الآن بالانكسارات؟ أمامنا في خلال دقيقة واحدة بطاقات عديدة، نريد أن نرتب هذه البطاقات لكي نصل إلى التعريف الصحيح للانكسارات أحبتي في الله. هيا بنا. ما شاء الله، كأني أراكم الآن وأنتم تمسكون بالقلم وتكتبون بالورقة وتجمعون هذه البطاقات. أحسنتم. أول بطاقة: كسر يحدث، أحسنتم، في الصخور الصلبة للقشرة الأرضية بسبب ماذا؟ بسبب، أحسنتم، قوة شد أو الضغط الرأسية. مرة ثانية، إذن الترتيب الصحيح هو كسر يحدث في الصخور الصلبة للقشرة الأرضية بسبب قوة الشد أو الضغط الرأسية. هذا هو المقصود بالانكسارات، كسر في الصخور الصلبة. في الصخور يا شباب، نركز، في الصخور الصلبة ليست اللينة. إذن الكسر يحدث في الصخور الصلبة، فين؟ في القشرة الأرضية. لماذا؟ بسبب قوة الشد أو الضغط الرأسية. ننتقل للجزئية الثانية: ما هي أنواع الانكسارات؟
نفتح الآن يا شباب الكتاب إن وجد معكم، صفحة رقم 12، وننظر ونتأمل في الصور. احنا اتفقنا مع بعض عندنا تأمل، التأمل في الصورة الأولى والثانية، أنواع الانكسارات. لدينا الصورة الأولى ولدينا الصورة الثانية والصورة الثالثة. كل صورة لها عنوان أو لها خاصية، نوع من أنواع الانكسارات. الأولى هي الانكسار العادي، نقول هذا انكسار عادي عندما يكون الحائط العلوي إلى أعلى والحائط السفلي إلى أسفل. الحائط العلوي يكون جهة اليمين إلى أعلى والحائط السفلي جهة اليسار إلى أسفل، هنا يكون انكسار عادي. طب النوع الثاني، ماذا يوحي لنا هذا الشكل يا شباب؟ أحسنتم، شكل الدرج، شكل السلم. نعم هو بالفعل شكل سلمي، شكل سلمي، هبوط هبوط دائم، هبوط. هذا الشكل يسمى شكل سلمي. أما الشكل الأخير فالمتأمل في الشكل الأول يجد أن الشكل الأخير الثالث عكس، أحسنت، عكس الشكل الأول، معكوس. لماذا؟ لأن الحائط العلوي هنا إلى أسفل، أما في الشكل العادي الحائط العلوي كان إلى أعلى. المعكوس يكون الحائط العلوي إلى أسفل، أما الحائط السفلي هذا يكون مرتفع. إذن أشكال الانكسارات ثلاث، منها العادي ومنها السلمي ومنها المعكوس. هيا بنا أبنائي نشاهد في ثواني معدودة هذا الفيديو، وأتمنى أن ينال إعجاب حضراتكم أبنائي الأعزاء. وندون، يجب في كل مرة شباب الطالب الهمة، نحن نركز دائما على الهمة العالية. احضر معك ورقة قلم، دون الملاحظات والمعلومات الجديدة. 2. الجبال الانكسارية، وهي جبال نتجت عن حدوث انكسار في طبقات القشرة الأرضية، ومن أمثلتها جبال البحر الأحمر، وهي تمتد على جانبي البحر الأحمر، تتكون من عدة مرتفعات. في الجناح الإفريقي تعرف في مصر والسودان باسم جبال البحر الأحمر، الجناح الأسيوي وتعرف في السعودية بأسماء عديدة منها جبال الحجاز وجبال عسير، اليمن باسم مرتفعات اليمن، جبال الشام تمتد على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين، تتكون من سلاسل جبلية تحصر بينها مجموعة من السهول، والتي تجري فيها عدة أنهار مثل نهر الليطاني في لبنان، نهر العاصي في سوريا. وهناك أيضا تكون الأغوار والخلجان مثل خليج العقبة وغور الأردن. ويقصد بالخليج هو امتداد مائي ضيق داخل اليابس، ومعنى الغور في اللغة هي الأرض شديدة الانخفاض، وتعرف منطقة البحر الميت بالأردن أنها أشد مناطق اليابسة انخفاضا في العالم. وهناك أيضا الخوانق مثل خانق نهر كولورادو، حيث معنى كلمة خانق هو مجرى نهر أو جزء منه، يتميز بأنه شديد انحدار الجوانب وعميق بالنسبة لاتساعه. أحبتي في الله، بعد الاستماع إلى الفيديو أشكر لكم هذا الإنصات والمتابعة. من خلال هذا الفيديو أحب أن أطرح سؤال، ما هي الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسارات؟ هيا بنا. 2. عندنا الجبال الانكسارية مثل جبال الحجاز وعسير واليمن، لدينا بعض الصور لها، جبال الحجاز وجبال عسير واليمن في هذا الجزء يا شباب،
وعندنا جبال البحر الأحمر في غرب الساحل الغربي للبحر الأحمر. النوع الثاني تكون الحافات الانكسارية، مثل الحافة الانكسارية في شرق إفريقيا. الحافة الانكسارية في شرق إفريقيا شديدة الانحدار جدا جدا جدا، كما في الصورة موضحة. شايفين الشباب؟ شايفين الانحدار عظيم جدا، سبحان الله. لدينا الأغوار مثل غور الأردن ومنطقة خليج العقبة. هذه منطقة غور الأردن، أيضا منخفضة وشديدة الانحدار. وهذا هو منطقة خليج العقبة، الأغوار المنخفضة. رابعا، تكون الخوانق الأرضية العميقة، كما شاهدنا في الفيديو نهر خانق إيش؟ أحسنت، خانق نهر كولورادو. هذا هو، شوف تحس إنه شيء مخنوق، خانق نهر كولورادو كما واضح في الصور. إذن لدينا أشكال متنوعة، أشكال عديدة نتجت بقدرة الله بسبب الانكسارات. ما الأشكال الأرضية الناتجة عن الانكسارات؟ مرة أخيرة أحبتي في الله، واحد، تكون الجبال الانكسارية مثل جبال الحجاز وعسير واليمن. تكون الحافات الانكسارية في شرق إفريقيا. تكون الأغوار المنخفضة مثل غور الأردن وخليج العقبة. تكون الخوانق الأرضية العميقة مثل خانق نهر كولورادو. أبنائي، شكرا شكرا من القلب إلى كل من تابع وكل من شارك وكل من ساهم معنا أحبتي في الله. إلى اللقاء مع الدرس القادم إن شاء الله عز وجل.